التاريخ يتحدث باسم المغرب من قطر، العيون تصنع الحدث، أفراح كبرى للجماهير التي خرجت للتعبير عن فرحتها بكل تلقائية لما لهذه النتيجة من أبعاد مهمة تعني الكثير لتأهل المنتخب الوطني للدور المقبل. لكن الجماهير خرجت لتؤكد على سرورها وإعجابها بكتيبة وليد الرقراقي. اللقطات من كل حدب وصوب مدينة العيون تعبير عن الفرح والسرور لتنطلق الأفراح بطريقة كبيرة. أمواج بشرية حضرت لمساندة الأسود والتعبير عن فرحتها بالنتائج الإيجابية صنعها وليد وصنعتها الجماهير بمدينة العيون. حتى السلطات المحلية حضرت لمؤازرة الجماهير كما هو حال كل المحبين لأسود الأطلس. إذن من العيون انطلقت شرارة الفرحة الكبرى بالأعلام الوطنية والتعبير بكل تلقائية عن فرحتهم لما وصل له الأسود من نتائج إيجابية. هكذا هو التاريخ الذي يؤكد على أن الأسود ثأروا من الشياطين الحمر بعد هزيمة 94 مدرب وطني يرد هزيمة المدرب الوطني. إذن هكذا هي الأجواء في العيون والأفراح تستمر إلى حين. وفرحانين بزاف، وهذا الماتش هذا زعما صراحه رد فينا الروح بزاف. والله الا كنشكروا المغاربه عامه في اي بلاصه. عندنا عيد كبير وحنا مع المغرب ديما. عاش الملك، عاش الملك، هذا نهار كبير، عاش الملك. انا فرح بالفوز ديال المنتخب الوطني، انا فرح جدا بكل شيء. هذا نهار كبير وهني المنتخب الوطني اللي قدم مقابله كبيره وكبيره وكبيره، وحنا كنا تايقين في المنتخب الوطني في هذا النهار، وكنا تايقين في مدرب السيد وليد الركراكي. كنهنيو على هذا الفوز هذا والانتصار هذا، وكنتمناو لهم ان شاء الله يتاهلوا لدور النهائي وان شاء الله يمشيو بعيد في كاس العالميه. وعاش الملك، راه فرحونا، فرحوا المغاربه، فرحوا سيدنا، وعاش الملك من العيون، من العيون الصحراء المغربيه، عاش الملك. رائعه رائعه رائعه، من نجاح لنجاح، ودائما من تألق لتألق ان شاء الله يا ربي. ارتسامات تلقائية للجماهير الوطنية التي عبرت عن حبها للأسود وتأكيدها على مؤازرة النخبة الوطنية. العيون تصنع الحدث، العيون في قلب الحدث. من هنا الجماهير تؤكد على أنها تعيش الفرحة وستستمر الفرحة وستستمر الأفراح لما هو قادم من المباريات للنخبة الوطنية.